بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك الرحمن علي رئيس قطاع شبكة مراكز مكافحة تقليل سجن السكان والوظائف المؤمنة. هذه العملية طرقت يوم الاثنين الماضي تحت إشراف معالي السيد وزير الداخلية، وهي تندرج في إطار السياسة العامة للحكومة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القسواني، اللي تهدف لجميع الساكنة الوطنية ساكنة العرب البريطانية اللي تدخل في السجن الوطني للسكان. هذا السجن فيها كيف تعرفوا مكونتين، مكونين للاجانب ومكونين للمواطنين، المكونين اللي يدخلوا السجن هما دونك يدخلوا بوصفهم اجانب والمواطنين يدخلوا بوصفهم مواطنين. ويهدف تهدف العملية تصحيح وضعية جميع الرعايا، رعايا الدول الساكنة موريتانيا، واللي ما كانت تتوفر الوثائق، ما كانت عندها إقامات، وهذه العملية تهدف تصحيح هذه الوضعية ومنحهم بطاقات إقامة تمكنهم من جميع الحقوق، من بيوع ومن من 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 تصحيح وضعيتهم هما كمقيمين على الأرض الموريتانية. وتتميز هذه عن سابقة اللي قطعوا على 2018، أنها هذه رفعوا عنها جميع الرسوم. كانت 2018 قطعوا لنا تجربة ذكرتها، كانت فيها رسوم اللي كانت أصلا هي محددة لطالب الإقامة. هذه العملية اليوم استهدفت الدولة بها أن جميع الساكنة ورعايا الدول الشقيقة والصديقة أن تصحح وضعية رعاياها على المستوى اللي موجود على مستوى التراب الوطني. وهي هذه المهمة اللي هي أصلا تدخل في المهام الأساسية للوكالة الوطنية لسجن السكان والوظائف المؤمنة. بدأت الوكالة بهذا افتتاحها المركز اللي يعتبر مركز نوعي وخطبته الاستيعابية تساوي كل المراكز، في المراكز اللي كانت مفتتحة أصلا مركز السابقة للأجانب، مركز الأكثر للأجانب، والمركز الموجود على مستوى المغرب للأجانب. هذا المركز خطبته الاستيعابية تمثل كل المراكز من هذه المراكز، والهدف أن نوصل لتسجيل يومي الألف، تصحيح وضعية 1800 إلى 1700، 1700 إلى 1800 مقيم. والعملية بدأت كيف تعرفوا بدايتها دائما عندها البداية دائما عندها إكراهاتها، والحمد لله بعد الأمور كاملة ما شاء الله تقدم. المشاكل الفنية والعطاء الأعطال تم التغلب عليها كاملة، وهم السيابية واضحة وجراحة فيهم في بسرعة، حيث أن اللي يدخل للمركز هو ما يقبل من العمال اللي هو أكثر من 5 دقائق يخرج عنده وصله، على أساس أنه بعد أسبوع اثنين يرجع يسحب بطاقة إقامته. وهذه العملية كاملة فيها الطابع المجاني، لكن العملية تبقى في 2016 راجعين نوصل العدد اللي هو المشهود اللي هو تقية 1800 على مستوى المركز و 200 على مستوى مراكز اخرى، مركز المغاربي ومركز السبخه للاجانب ومركز الاكثر ان شاء الله.